صاحبة كتاب Between Two Worlds، أهلا وسهلا بحضرتك. ميرسي. بين عالمين، شون بين العالمين؟ عالم السويد وعالم لبنان. إلك قديش بالسويد؟ خلقانة وربيانة هونيك، سو 26 سنة. هلا أنت مقيمة هونيك بس تجي زيارات على لبنان، صحيح، ولكن تتكلم العربية بإتقان. صح. well done، لأنه تعلمت عربي مع أهلي بالبيت. أولا بيي كان كتير كتير يشد على إنه نحن لازم نتعلم عربي، وإنه هذا الشيء من تراثنا، ونحن إنه شيء حيساعدنا بالمستقبل. وهذا الشيء كان كتير صح، لأنه اشتغلت كتير مع ال يعني مع الرفيجيز طبعا بالسويد. كونك مرشدة اجتماعية، صح، والعربي ساعدني انه ساعدهم هن يتعلموا سويدي، انه لاني انا بعرف عربي فيني كان ترجم بين السويدي والعربي لإلهم، وعرفهم عن المجتمع السويدي. بس بنفس الوقت لما جيت عشت بلبنان تحسنت انا لغتي العربية بكتير مراحل، لانه قبل كنت احكي ايه عادي، بس لما عشت وحكيت مع عالم وعشت بمجتمع كله عربي فتحسنت اللغة العربية. شو قررتي او شو حطيتي بهالكتاب؟ حطيت العالمين المختلفين، ليه انا بالسويد بيعاملوني كلبنانية مع انه خلقاني هونيك ربياني هونيك وكل حياتي يعني هذا هون؟ الشيء بزعلك؟ ما بيزعلني اكيد، لا، لانه لما اكون بلبنان بيعاملوني كسويدية. فبس اللي بيزعلني انه انا كمان بحق لي يكون سويدية، بحق لي يكون نظرتهم لإلي انه انا سويدية عم بشتغل، مش لانه هي هيدي الاجنبية او هيدي اللي اهلها اجوا انه كلاجئين على السويد، انه هن مثلا انه هي اجنبية فكيف وصلت لهيدي المرحلة بشغلها، او انه عملت كتاب. هيدا الشيء لإلهم كتير كتير شيء مهم. بس انه كيف هيك لما هي بينظروا للحدن اهاليه او حتى هو اجا كلاجئ، يعني عندهم نظرة استعلاء، لازم يكون انه دايما الشخص تحت دايما جناحه مثل ما صح، بيقولوا. انه دايما هن الشخص محتاج مساعدتهم، مش وبيبينوا للعالم الخارجي انه هن ممكن يكونوا لا كتير مساعدين وما بعرف شو، بس ان بال بال بالحقيقة بالحقيقة يعني، او ان جنرال يعني، هن بيكون قصدهم انه لا we feel sorry for them، يعني انه مثل شفقة، بس بنفس الوقت لا، انه نحن للعالم لازم نفرجي انه لا عم نساعدهم، عم نتطور مع الاشخاص اللي عم يجوا لعنا. وبنفس الوقت بس كنت كون بلبنان حس حالي غلط، لانه قبل ايه كانت عربيتي منيحة، بس مش لدرجة انه والله فيني اقعد حاور حدا او اي شيء هيك، لا كان لازم انه فكر شوي تاوصل للكلمة اللي بدي اياها. كيف صرت بطلاقة عم تحكي؟ لما عشت هون درست بال LAU، وصرت انه عندي رفقه عرب ان جنرال اكثر، وصرت احكي عربي اكثر، وكمان صرت اقرا واكتب اكثر. بحب اقرا كتب عربي كرمال ضلني انه عم بتحسن بالعربي تبعي. هلا انت وين مقيمة؟ بالسويد جيتي درستي بلبنان ورجعت رجعتي؟ درست، صار لي مخلصه جامعه 3 سنين، بس درست ايه بالاليو بال 2013 سنه، بعدين رجعت على السويد كملت علوم اجتماعيه، تخرجت من الجامعة بالسويد. كيف لقيتي فرق العلم؟ بلبنان كتير أحلى. مش أنا مش الكل، لأنك لبنانية مش ولكن لأن بعد تجربة. لا، كتجربة بلبنان بشدوا عليك تتدرسي، بخبروك إنه لازم تعملي هذا الشيء كرمالك مش كرمال حدا تاني. لا، بالسويد هذا الكتاب بدرسه وعمل الامتحان وهذا هو، ما في تجربة، ما بتروحي بتظهري بتشوفي الشغل كيف هو، او مثلا بتقري شو ممكن يصير معك بعد ما تتخرجي، او شو بالشغل طبيعه الشغل كيف تكون. لا خلص، هذا انا عم بدرس علوم اجتماعيه، كيف بدي اعرف انا كيف بعدين الكيسز حتكون لما اطلع على يعني الشغل؟ في عندهم حياة التجريبية، ما تجارب. في تجارب. وبلبنان شو كتبتي عنه؟ لبنان كتبت انه لا، كتب اول شيء كتبت على كيف انا كنت اتعامل قبل مع العالم، او مع كانوا يعاملوني انه كسويديه، ما بتعرف تحكي عربي، انه هيدا جاي من السويد، انه شو كيوت هيك، انه ما بتعرف شيء بلبنان. لا، انصدموا العالم على كيف بسوق بلبنان، هيدا الشيء كتير واو لحدا جاي من اوروبا، لانه كتير عجقه وطرقات وما بعرف شو، وكيف تعلمت اتعامل مع العالم، انه في سيرتن طرق بلبنان. السوشيال لايف هون كتير غير، بدك تكوني اجتماعية، بدك تحكي مع العالم بطريقة معينة،
كمان قد ايه الحياة حلوة بلبنان، قد ايه الواحد ممكن يكون عنده هموم وقصص، ولبنان مرق بحرب وكل هذا الشيء، والناس بلبنان بعدها عندها هيدي الإيجابية ما طبيعية. انت عم تحكي عن لبنان كيف كاتبه بالكتاب، قديش كنت انت مرتاحه نفسيا ومبسوطه، ايه وجهك عم بيتضحك صح لما كتبتي عن تجربتك بالسويد، يعني عن جد مزعوجه ومزعوجه صح كثير مش شوي. صح صح لانه ما كنت حس حالي انه كنت بعدني عم بحكي مع دوميزيل برا انه لما اوصل على لبنان في فرح هيك كتير كبير ما فيني اعمله انه اوصفه، بس لما اوصل على السويد بحس اوكي رجعنا هيك، انه هيك عادي شغل روتين، ما في حياة اجتماعية كتيرة، في عائلتك اذا ما عندك عائلة بهيدا البلد ما بتوصل كتير، انه اذا عندك عائلتك بتكفيكي لانه بصير حياتك الاجتماعية هي عائلتك وكم رفيقة. رح تكفي العيش فيها مع انه لا انا شايفه لا. اكيد لا، ان شاء الله انه بتمنى اقدر ارجع اعيش بلبنان، ايه بتمنى، بس هي الحياة بلبنان صعبة لانه هيدا الشيء كتبته انه ماديا الواحد لازم يكون كتير مرتاح، مش عادي، طبعا لا سوبر تقدر تعيشي نفس على نفس المستوى اللي انت عايشته باوروبا، يعني المستوى اللي هو ممكن يكون كتير عادي باوروبا بس هو شيء كتير عالي بلبنان، فهو هون بدك تلاقي البالانس، توازن بين هدول البلدين، هذا اللي خلاني نسميه للكتاب ان بتوين تورز، لانه ما عارفه حالي، بحب الامان وكل شيء المتوفر للواحد بالسويد، بس بنفس الوقت بحب الحياة رح الاجتماعية. تترجمي للعربية؟ إن شاء الله أكيد. رح تعمل كتاب تاني ولا رح تكتفي بهيدا؟ لا أكيد أكثر من كتاب. شو رح تكتبي كمان أيضا عن لبنان ولا حيكون مواضيع متنوعة؟ هو حيكون مواضيع اجتماعية بس أكترية المواضيع حتكون عن قصة المختلف الاجتماعيات أو الكالتشرز، مثل أي شيء تاني، بس ممكن أكتب اجتماعيات أكثر، بس مش حيكون آخر كتاب أكيد. بدي أشكرك، بتمنى لك ميرسي كل كتير، التوفيق، good luck. thank you. بنتابع مشاهدينا مع نيويورك وبيروت.